طلبه عندها استيعاب وحب لسماع هذا الكلام. وطبعا انا مريت النهارده طبقا لتعليمات السيد الوزير المحافظ لتواجد سيادته خارج البلاد في مهمه عمل رسميه. ان شاء الله بعوده سياده المحافظ هنمر على بعض الادارات التعليميه الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حضرت الظهور الثانويه بناء على تعليمات السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. كان برفقتنا اليوم معالي اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظه نائبا عن معالي السيد خالد فوده محافظ جنوب سيناء لتواجده خارج البلاد في هذه الاونه. وبدانا اليوم تنفيذ تعليمات الوزاره في توزيع التابلت على الصف الاول ثانوي في مدرسه الظهور الثانويه بطول سيناء. والحمد لله بدانا في التوزيع، والفيديوهات التعريفيه اللي الوزاره دشنتها موجوده قدام الطلاب، شافوها وشاهدوها. والساده اولياء الامور ومجلس امن المدرسه متعاون جدا، نشر الفكره دي مع اولياء الامور، واولياء الامور